السلام عليكم مشاهدي الكرام، مرحبا بكم على قناتكم ديما الجديد لهذا الفيديو. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيبوها يا الولاد، الولاد جابوها الحمد لله على النصر اللي كان مع منتخب بلجيكا ب2-0، وان شاء الله المنتخب ديالنا يطلع للادوار الاخرى ولما لا يجيب لنا الكاس من قطر باذن الله. في الفيديو غادي تشوفوا كيفاش قال وليد الركراكي على بونو، الحارس بونو واللاعبين كاملين. خليكم مع الفيديو، شكرا لكم على المتابعة. صراحة ملي كنهضر على رجال، عندي رجال في الفرقة، ياسين راجل جا ما حسش راسو يقدر يبدا. سولني واش ولا بدلتو دابا واش غنديعو شونجمون، مشينا سولنا ملي قالنا ما نديعو شونجمون قال له حسين تخرجني دابا كنلعب 10 دقايق ومن بعد خصك تخرجني. دونك برافو عليه وبرافو على منير، خصنا نهضرو على منير. ما سخانش، دخل دار خدمة كبير. وهادشي اللي كنقول الدراري، عندنا واحد الجروب اللي غزال، ولاد الناس مربين مردين الوالدين كيتقاتلوا، اي واحد اللي كيدخل باغي يتقاتل. شكرا لكاع الناس اللي سولوا فيا، الحمد لله. نعم، اللقاء عرف فوز المنتخب الوطني المغربي، انتصار كان مهم بالطريقه وبالاداء. كيفاش الانتصار ديال المنتخب الوطني امام فريق اللي بحجم المنتخب البلجيكي؟ ما انا فدخلوني لداخل المستشفى اللي داخل، فما قديتش نشوف المقابله، شفت في الاخر، شفت البيوزه الحمد لله. وانا فرحان بزاف للفوز. حيت كنبغيك كيما بلا حدود، بجميع اللغات انا باغي نقولها لك.